بسم الله الرحمن الرحيم. تعال ابو عمار. الى اخواننا وعقل روسنا اللي موجودين بدولة الكويت وبدولة الامارات والمملكة العربية السعودية واللي موجودين بالاردن وكل انسان مغترب عن وطننا الغالي سوريا. بنقول لكم كلمتين بس. اللي ما التحق لحد الان بركب الثورة لا يقول تأخرت. لا يقول اتأخرت. لأنه في مثل عالمي يقول أن أصل متأخرا خير أن لا أصل أبدا. واللي منكم بيبخل بماله بيقول إنه بده يورث لأولاده أو يعمل لأولاده. في عندنا ناس بالداخل ضحت بأولادها. يعني أنت اللي بعدك ما دعمت ولا شجعت الثوار بالداخل. إذا بدك تورث لأولادك في ناس بالداخل علشانك ضحت بأولادها وبأنفسها. أما مسألة أنه يكون معك أو ما يكون معك، أنا شخصيا وفي ناس كتار، أنا أحمد القسيم من مدينة الحراك، اتخذت قرار أنه لو المستقبل يأشروا على أولادي يقولوا غضور أولاد الفقير أخير من ما يقولوا أولاد الجبان. نعم. بالنسبة إلي يقولوا عن أولادي أولاد الفقير أفضل ما يقولوا عنهم أولاد الجبان، وهذا نداء للجميع. طبعا وحوران غالية وسورية والله العظيم أغلى. أما مني خاصة لشباب حوران، أنا والأخ شادي أبا زيد نديكم هاي الأغنية على حوران للمغتربين. لأنه حوران 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 غالية تستحق الدعم، واللي بتستحق الدعم أكثر هي سورية. سورية أمكم أم الكل أمنا كلنا. أعني عليها عني عليها حوران يا أهل الهوى يا عمي عني عليها لسهر وراعيها لسهر وراعيها وشيل عنها الحزن يا قلبي عيني عليها روحي عليهم ونوحي عليهم يا عيني ظلك دوم يا عمي نوحي عليهم نوحي عليهم نوحي عليهم يا عيني ظلك دوم يا عمي نوحي عليهم روحي بيديهم روحي بيديهم جسمي بوقف عمان يا عمي روحي عيديهم عيني عليها عيني عليها حوران يا أهل الهوى يا عمي عيني عليها والغربة كلفة والغربة كلفة فراقك يا أهل العنار يا عمي والغربة كلفة والغربة كلفة والغربة كلفة فراقك يا درع نار يا عمي والغربة كلفة من يغفى تغفى من يغفى تغفى عيني يا نجم سهل يا عمي عيني عليها عيني عليها
الأخ شادي على الربابة. الله لا يجبر باللي فرقنا طلعنا لبلادنا. آمين. الله لا يجبر عليه. آمين. Jabal Ali, with Yani Wasol.
يا ديرة عمامي وخوالي يا بهجة الروح يا شبدة يا ديرة عمامي وخوالي يا بهجة الروح يا شبدة حوراني يا شوقي يا حلالي وحطي خدي حي. كل ضمير عربي حي وكل ضمير مسلم حي يفزع لأهل سوريا ويفزع لأهل حوران يفزع لأهل حمص لأهل سوريا عموم كل ضمير حي. ونشكر أعضاء مجلس الأمة الشرفاء اللي دعموا الثورة السورية من بدايتها وكل إنسان عربي حر ساهم بدعم هالثورة على قولة العجائز عندنا يا مال عند الله لأنه هاي ثورة إسلام ما هي ثورة السوريين ولا هي ثورة عرب ثورة إسلام كل إنسان دعم هالثورة نرجع من حيث ونقول يا مال عند الله والله يعطيكم الله يرحم والديك.